استعدادا لتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، تمكن المنتخب الوطني الأولمبي من الفوز في مباراته الودية على نظيره الغابوني. المدير الرياضي للمنتخبات الوطنية للشباب الهولندي بين فيربيك اعتمد في هذه المواجهة على اللاعبين المحليين للوقوف على مدى استعدادهم تقنيا وبدنيا وجاهزيتهم قبل وضع أساس التشكيلة التي سيتم توجيه الدعوة إليها للدخول في معسكر تدريبي مغلق شهر أكتوبر المقبل. هذه المباراة شكلت فرصة أيضا للمدرب لتتبع عدد من اللاعبين الذين سيعول عليهم من أجل الدفاع عن القميص الوطني في الدور الأخير من التصفية الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية المقررة ما بين 26 نوفمبر و10 دجنبر المقبلين بمصر. مباراة الأمس سيطر خلالها المنتخب الوطني الأولمبي على أغلب فتراتها منذ البداية، ما أثمر في حدود الدقيقة 10 هدفا حمل توقيع عبد الرزاق حمد الله. هدف جميل بطريقة جميلة جدا. لتستمر المحاولات دون أي جديد، العناصر الوطنية حصلت في الدقيقة 57 على ضربة جزاء نفذها بنجاح لاعب رجاء الرياضي عبد المولى الرابح. باقي الدقائق لم تغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني الأولمبي على الغابون بثنائية، ليثبت المحليون أنهم يستحقون جانبا من اهتمام بين فيربيك حتى يكونوا سفراء أولمبيين في دور المجموعتين. الرواق الأخير إلى أولمبياد لندن.